حمص حماه. اليوم نحن احتفالنا كان لجيل المستقبل وبدنا نتم ان شاء الله مستمرين، والثورة ان شاء الله بتتم مستمرة والأوضاع مستمرة بإذن الله. بدنا نحن هذا الجيل بدنا نتعلم، بدنا نتعلم من لعب طابي، بدنا نتم مستمرين على لعب الطابي. نحن مركز الوعر الكروي بالاشتراك مع سواعدنا السورية نقيم دورة كروية لبراعم سورية، براعم القاتلين في حي الوعر، وهم يمثلون جميع المحافظات السورية المحررة. باز برافو يا حارس، حارس حارس عمران، عمران برافو عليك، غير جهة اللعب عمران، برافو عليك، خل خط برافو عليك، ادخل ادخل عمر، عمر عمر على الخط، عبيدة عبيدة خط، اهتمام كثير بالفئات العمريه بالبراعم، واحتفالا بذكرى الثوره السوريه عملنا بطوله سميناها بطوله براعم سوريا، بيمثل كل فريق محافظه سوريه محرره او سائره عن النظام. مده البطوله 3 ايام،